والله متفائله ديما ولدي، حتى هاوكا ولدي ديما نقولوا اخر العام ان شاء الله تعطيك كارنيه او تاخذ شهاده. الله نتفائلوا، احنا شعنا غير التفاؤل. رغم روح التفاؤل التي أبدتها الولية، فإن حيرة العديد من الآباء والأمهات تزداد كل يوم مع اقتراب انتهاء السنة الدراسية وتتالي جلسات المفاوضات بين وزارة التربية ونقابات التعليم دون بروز بوادر انفراج أزمة. فحجب الأعداد ما زال متواصلا ومصير الامتحانات الوطنية يكتنفه الغموض. ضايع العبيد كلها ضايعة، ما نعرفش وين ماشيين وش باش يصير وين هزينا، مانيش فاهمين حتى شيء. شيء مؤسف، معناها ناس تقضي في مصالحها على حساب الصغار على حساب الاولياء، بقطع النظر على مشروعيه المطالب تاع الاساتذة نحترمها، لكن ما تحطش التلميذ او الولي رهينة لصراعات احنا في غنى عنها. والله العظيم الجمعه الجايه نخمم تلمو، معناها كيفاش باش يعديو التريمستر الثالثه، وحاجة أخرى كيفاش الأعداد، معناها يوضحوا الوضعية ماذا بينا يعطيو نتائج باش الصغير يفهم روحه. مآل السنة الدراسية وتحركات المربين وضعية حذر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من تبعاتها المستقبلية. اليوم عايشين واقع متاع سنة بيضاء مفروضة علينا مهما كانت الحلول المستقبلية، الأضرار تكون كبيرة للتلامذة عموما، وخاصة للتلامذة اللي هما ما في حالهمش، التلامذة اللي براتيكمون ما عندهمش باش يقاوموا النسق متاع الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة. نشوفوا العداد منهم كبيرة موجودين غدوة في الانقطاع المبكر الدراسة، شنشوفوا في نسبة العنف تزيد، شنشوفوا في المدرسة العمومية اللي شتهمش وزيد تهميش. الإصلاح وتدخل رئيس الجمهورية دعوات تكررت على لسان بعض التونسيين ونادت بها الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. صلحوا التعليم تهد ما عادش. العام احنا نقولوا سنيتا يتصلح، سنيتا يتصلح، وهو كل عام أكثر من الآخر، كل عام أكثر من الآخر. بالحوار نجم نوصل للحل، وكل واحد أونتينون كونت من الوضعية الصعيبة الوضعية المالية للبلاد. يلزم ثم حلول من الحكومة ومن وزارة التربية ومن السيد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد كي يتخذ قرار سياسي وحل هذه الأزمة. أحسن حاجة يتدخل معنا السيد رئيس الجمهورية، هو ولد الميدان وتربوي، يتدخل معناها باش يفض المشكل هذا. معناها اللي مازال عنده امل باش ينجح ومهيئ روحه على الاقل انطمنوه فيما تبقى من السنه الدراسيه اليوم، وهذه دعوتنا للسيد الرئيس، وعنده الموقع نتاعو ينجم يفرض القرار الذي يستوجب بالنسبة للتلميذ للمجتمع وللدولة. يذكر أن رئيس الجمهورية قد استقبل أمس وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد شدد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على ضرورة التوصل إلى حل في أقرب الأجال لوضع حد نهائي للأزمة المتصلة بحجب الأعداد. كما تناول اللقاء جملة من المسائل أهمها الاستعداد لتأمين الامتحانات الوطنية.